السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة ميلك شيك الشوكولاتة. مكونات بسيطة واوفر بكتير ما هتشتريه من بره، والطعم احلى واطيب. جربوه هيعجبكم جدا. المقادير اللي هحتاجها: نص كوباية من الحليب ونص كوباية من ايس كريم الشوكولاتة. ده الايس كريم اللي كنا عاملينه مع بعض من غير حليب مكثف، تحفة جدا ان شاء الله. اللينك بتاعه في صندوق الوصف اللي لسه ما شافوش. وهحتاج كمان باكت من بسكوت الاوريو وقطع من الشوكولاتة دي حسب الرغبة لو حابة تضيفيها. هنخلط المقادير دي كلها مع بعض في الخلاط. وكده خلاص الميلك شيك بقى جاهز عندي، تحفة جدا جدا، مكلفنيش حاجة، والطعم تحفة زي ما بتشتريه من الكافيهات ويمكن احلى بكتير كمان. لو حابة تزيني بيه الكريم شانتيه مع صوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة انا سخنت معلقتين من الحليب ودوبت معاهم 4 معالق من الشوكولاتة المبشور وحطيتهم في كيس ثلاجة بعد ما برد وزينت بيها الميلك شيك. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. اتمنى الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتشغيل زر الاشعارات علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. مع السلامة.